تم التعاقد مع شركة الميقات، لأنه هذه الشركة تابعة لهيئة الحج والعمرة، يعني هيئة الحج والعمرة مثلا تنوب عن وزارة الصناعة. هذا تمام القاصولية، هاي وجبة الغداء مال 45 نفر، الله شاهي وياي، شوفوا ذني ما بيهم 10 نفرات مال 45 نفر، الله شاهي. أقولها بصراحة، هذا العقد كان يعني فيها فقرات فيها لمصلحة الشركة أكثر من أن تكون لمصلحة الوزارة، إضافة إلى العقد من الناحية القانونية قد أحيل على الشركة بناء على قرار من مجلس الوزراء على هذه الشركة وبشكل حصري. وبالمناسبة هي الشركة تابعة لقطاع العام، تابعة لهيئة الحج والعمرة.